السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم قريشلات أو فقيقسات عاشوراء حلوين بدون زبدة بدون حليب بمكونات بسيطة. حضروهم دفعة واحدة. إلى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبارطاجيو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. نحتاج كأس من السكر، معيار الكأس 150 غرام، جوج بيضات، نضيف رشة ملح لتحسين الذوق، كأس من الزيت نباتي. دائما كنوزن بنفس الكأس اللي كيوزن 150 غرام. نزيد نضيف كأس من الماء، ماء عادي، ممكن تعوضوا الماء بالحليب. نمزج المكونات جيدا وصفة سهلة اقتصادية بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت. نزيد نضيف المنسمات، ثلاث ملاعق كبيرة من الجنجلان أو السمسم، ملعقتين كبيرتين من النافع أو الشمر، أنا ما حمرتهمش. نمزج المكونات جيدا، نضيف الطحين اللي غربلته من قبل، الكأس الأول، الكأس الثاني من الطحين، ودائما معيار الكأس 150 غرام. الكأس الثالث، نضيف الكأس الرابع، خميرة الحلويات 8 غرام، نجمع العجين. إلى خصنا الطحين نضيف مرة أخرى، نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون رطبة ما تكونش قاصحة. غنزيد نضيف الطحين، الكأس الخامس من الطحين، نجمع العجين. إلى خصني الطحين نضيف مرة أخرى، العجين كيف قلت لكم ما يكونش قاصح، تكون عجينة رطبة. نضيف نصف كأس من الطحين، هاد العجين هز لي خمس كؤوس ونصف من الطحين. هذا هو القوام ديال العجين كيف كتشوفوا. نقسمها الى نصفين، النصف غنغطيه بكيس غذائي ونوضعه جانبا، النصف الثاني غادي نطلقه بالمدلك. انا وضعت تحت منه ورق الزبده، صافي كنطلقه بكل سهوله، من الساعه لا بدقيق لا والو، مباشره كنطلق العجين حتى ياخذ القياس ديال ورق الزبده اللي هو نفس القياس ديال الصينيه اللي غندخلها للفرن. ما كنخليش العجين غليظ بزاف وما كنخليهش رقيق بزاف. انا غادي نوريكم السمك اللي غنخليه. صافي كيف كتشوفوا من بعد ما طلقت العجين، انا غادي نزول الجوانب باش يجي مقاد. هذا هو السمك اللي خليت، مباشره كنقطعوا على هذا الشكل، هذا كيف كتشوفوا على شكل طولي. انا قطعت بهذه الجراره ديال البيتزا، طريقه سهله، هاد الطريقة عملية، كتحضروهم دفعة واحدة. كنستمر بنفس الطريقة، كنقطع على شكل طولي ومن بعد كنقطع على شكل عرضي، كنقطعهم على شكل مربعات صغيرة. من الأفضل نقطعهم مربعات صغار، ما نكبروهمش، ملي كيطيبو كيجي الشكل ديالهم جميل.
صافي كيف كتشوفوا كنقطع بهذا الشكل هذا، طريقه سهله. هاد الطريقه كيف قلت لكم عمليه، كتحضروهم بسرعه ما كياخذوش منكم وقت كبير. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. من بعد غادي نوضعهم في الصينيه اللي غتدخل الفرن. انا غادي نحاول نجر ورق الزبده للصينيه على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وكنحاول نقاد المربعات اللي ما بقوش في بلاصتهم. من بعد ندخلهم الفرن على درجه حراره 180 درجه، فرن ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى كيطيبوا لي هاد القريشلات، عاد كنشعل عليه من الفوق ياخذوا لون ذهبي. ما كياخذوش وقت كبير في الفرن الا كان عندكم فران مزيان، ما تفوتوش فيهم 10 دقائق الا كان الفران زوين. وكيبقى الطياب على حسب الفرن اللي عندكم. النصف الثاني من العجين كنقطعوه قطع صغيره على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وغنشكلهم على شكل حرابل. راني بديت كنعمل فيهم، طريقه سهله. كنستمر بنفس الطريقه. انا اليوم غنعمل معكم القريشلات بجوج طرق، الطريقه الاولى وهذه هي الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى كنحضرهم دفعه واحده، والطريقه الثانيه كنعملوهم على شكل حرابل. من بعد نوضعهم في الصينيه اللي غتدخل الفرن. الصينيه انا فرشت لها ورق الزبده، كندخلهم الفرن غير يتشمعوا، كنخرجهم ما كنخليهمش يطيبوا، غير يشدوا شويه في راسهم. خليتهم فقط 5 دقائق ونخرجهم من الفرن. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن، غير كيتشمعوا فقط، كنخليهم حتى كيبردوا. من بعد كنقطعهم. انا عملت 4 الحرابل، قطعتهم مره واحده. هذه الطريقه حتى هي عمليه، وكنقطعوهم كيجيو حجم واحد، كيجيو قياس واحد كيف كتشوفوا. ممكن تقطعوهم بالسكين وممكن تقطعوهم بالمقص، الطريقه اللي بغيتو. انا كنفضل الطريقه الاولى، كتكون عمليه اكثر، كتقطعوا 4 الحرابل مره واحده وكيجي القياس ديالهم قياس واحد. ممكن تقطعوه على هذا الشكل هذا، وممكن تقطعوه على شكل مائل كيجي على شكل لوزات او فقاس صغير، انا سبق لي وعملته معكم. هذا هو الشكل كيف كتشوفوا عن قرب. صافي وزعته في الصينيه على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، وندخلوا للفرن. غنشعل عليه من الفوق ومن التحت في نفس الوقت حتى يتحمر وياخذ لون ذهبي، ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال القريشلات او الفقيقسات ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال القريشلات او الفقيقسات اللي حضرت معكم. الصينيه فيها الكميه كامله، كميه فيها الخير والبركه، كتعطينا كميه كثيره. كنعتذر منكم على الاضاءه، جات شويه ناقصه في هذا المقطع. هما جاو محمرين، جا الشكل ديالهم احسن بكثير من التصوير. قريشلات او فقيقسات اقتصاديين بلا كثرة القوام، وكيعطونا كميه كثيره. ممكن تعتمدوهم كمشروع مربح من البيت ديالكم، مشروع بدون راس مال. كيبقى الثمن ديالهم 60 درهم للكيلو. المملحات الاكثر طلبا في عاشوراء. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب كيف كتشوفوا. والمذاق ديالهم كيجي زوين. الى عجبكم فيديو ديال اليوم، ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميله، من اللايكات ديالكم. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.